قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. تمثل سنة 1990 بالنسبة إلى الكويت علامة فارقة في مسيرتها. في تلك السنة تعرض هذا البلد إلى غزو واحتلال وامتحان عسير وابتلاء شديد برزت من خلاله كل العناوين التي ذكرتها الآيات الشريفة من أنواع المحن والصعوبات والظروف العسيرة التي يمكن أن تواجه الإنسان أو المجتمع. أول عنوان ذكرته الآية الشريفة من الابتلاء من الخوف، ولنبلونكم بشيء من الخوف. والكل يعلم أن اسم النظام البعثي الذي كان يحكم في العراق، هذا النظام اسمه اقترن بالرعب، بالقتل الجماعي، بالتدمير، بالجرائم البشعة الإنسانية، بالإبادات التي تمت من خلال القنابل الكيميائية وكل أنواع التعذيب والقتل والاغتصاب وغير ذلك مما كان يعرفه الجميع. إما أن البعض كان يرضى بمثل هذا ويبرر مثل هذا، وإما أن البعض كان يدرك بشاعة مثل هذه الجرائم ويقف في مواجهتها. ولكن على كل حال هذا النظام كان يحمل مثل هذه السمة، حتى أنه كان يأخذ بمجرد الشك، بمجرد الظنة، بمجرد الشكوك أن هذا الإنسان لربما كان يحمل في عقله شيئاً من المعارضة للنظام أو الانتماء إلى جهة إسلامية أو مخالفة، بالنتيجة هذا الإنسان يجب أن يباد بعد أن يعاني صنوف أنواع التعذيب مما لا يخطر على ذهن أحد. هذه الصورة البشعة والممارسات البشعة التي عرفت عن النظام البعثي في العراق انتقلت إلى الكويت في أثناء فترة الغزو والاحتلال. ارتكب هذا النظام أنواعاً كثيرة من الجرائم، من القتل والتعذيب والاغتصاب والسرقة والتدمير، ما يمثل خلاصة لتلك الجرائم التي ارتكبها في بلده العراق. وبالتالي من الطبيعي أن يكون عنوان هذه الفترة هو بشيء من الخوف. السمة الثانية الجوع، بشيء من الجوع. وفعلاً نتيجة توقف حركة الاستيراد، نتيجة عملية السلب والنهب التي تمت لمخازن الأغذية في الكويت، نتيجة لفقدان النقد، ونتيجة لإغلاق المحال وتوقف الحركة التجارية، لا شك أن هذا أدى إلى شح في المواد الغذائية، وبالتالي هذا العنوان أيضا يصدق. العنوان الثالث ونقص من الأموال، باعتبار أن موارد الرزق أيضاً توقفت تقريباً، بل اضطر الكثيرون إلى بيع ممتلكاتهم، حتى أشياء بسيطة موجودة في داخل المنزل اضطروا إلى بيعها وبأثمان بخسة فقط من أجل أن يستطيعوا إدارة أمور حياتهم في هذا الظرف العصيب. ثم هناك عنوان الأنفس، بمعنى أن هناك عملية قتل للمقاومين، هناك عملية اختطاف، هناك عملية قتل للمغدور بهم، هناك أصناف من التعذيب، هناك المفقودين والأسرى، كل هذه العناوين حاضرة لهذه الفترة. ثم عنوان الثمرات، فعلاً كان هناك نقص بالثمرات لأن الكويت أصلاً هي تعتمد على تصدير النفط، وبالتالي هذا المورد الحيوي
توقف التصدير الذي كان يمثل عصب الاقتصاد الكويتي. الآن في مقابل كل هذه العناوين، السؤال الكبير والمهم: هل انهار المجتمع الكويتي الذي كان يعيش حالة من الرفاهية فيما قبل حالة يعني مرحلة الغزو والاحتلال، هل استسلم للطاغوت الغازي؟ أبداً. الغريب أن هذا المجتمع الذي كان يعيش هذه الحالة من الرفاهية واجه هذا الابتلاء الشديد بصورة فعلاً أبهرت العالم: صمود ومقاومة، سواء كانت المقاومة عسكرية أو مدنية داخل البلد، أو كانت مقاومة إعلامية وسياسية خارج البلد. هذا الصمود أعجز الاحتلال عن تشكيل حكومة تكون موالية له وتكون في نفس الوقت مقبولة من الداخل، من المجتمع الكويتي. ما استطاع أن يفرض حكومة من هذا النوع. لماذا؟ لأن الوعي كان حاضراً، ولأن حالة الصمود والمقاومة أيضاً كانت حاضرة. ما الذي حفظ هذا الشعب من الانهيار أمام هذا الظرف العصيب وأمام عدو من هذا النوع؟ ما الذي جعل الكويتيين يقاومون ويصمدون في وجه هذا الاحتلال مع كل صور الترغيب والترهيب التي مارسها النظام؟ لعل أبرز عنوان هو الاستعانة بالصبر والصلاة. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هناك معادلة واضحة، إن تحققت هذه الاستعانة الله عز وجل مع الصابرين. طيب كيف تترجم هذه العبارة أن الله مع الصابرين؟ الآية بعد ذلك توضح وتقول: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني أن الله عز وجل عندما يصبر الإنسان ويرتبط به بالصلاة وغير ذلك بالدعاء، حين ذاك الله سبحانه وتعالى ينزل رحماته وينزل بركاته وينزل تسديداته وينزل توفيقاته على هذا المجتمع. ومن أوضح مظاهر هذه التوفيقات والبركات الإلهية التي امتدت يد الغيب لتحقيقها تماسك الشعب ووحدته. قال عز وجل: وألف بين قلوبهم. الله وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله، يد الغيب، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز قوي لا غالب له، إنه عزيز حكيم. فعندما تمتد يد الغيب لتحقق مثل هذا الأمر، لا يأتي هذا الأمر عن حالة عبثية أو اعتباط، وإنما يأتي نتيجة مقدمة قدمها الإنسان. ولذا الله عز وجل حكيم في التعامل مع مثل هذا الظرف. لو نرجع خطوات إلى ما قبل مرحلة الغزو سنجد المجتمع الكويتي مفككاً، هذا الأمر كان واضح، انعكاساته الإعلامية موجودة، ومن عاش في تلك الفترة يتذكر كيف كانت صورة المجتمع الكويتي في تفككه بين أفراد الشعب أنفسهم وفي علاقة الشعب مع الحكومة من جهة أخرى. كان هناك تناحر، تنازع، كان هناك خلافات واضحة، عناوين متعددة كانت تنعكس من خلالها التشرذمات الحزبية والانقسامات الطائفية والمصلحية والطبقية وغير ذلك. كل تلك العناوين كانت حاضرة. لو كان الإنسان يفكر في تلك المرحلة ويقول: كيف يمكن لهذا المجتمع المتناحر أن يعود ويأتلف وأن يكون متماسكاً متحاباً؟ لعجز عن الوصول إلى الحل. ولكن هناك إرادة غيبية تنتظر حركة من الإنسان، فإذا حقق الإنسان هذه المقدمة ستمتد ولا شك هذه اليد الغيبية لتحقق هذه الألفة وهذا التماسك وهذه الوحدة من جديد، إن كانوا صادقين ومخلصين في ذلك. وهذا ما جرى في أثناء الغزو، في أثناء فترة الاحتلال،
لو أنفقنا مال الدنيا من أجل أن نحقق الألفة بين أبناء الوطن الواحد لما استطعنا، ولكن الله ألف بيننا. يجب أن ندرك أن هذا التلاحم والتماسك الوطني كان من أهم أسباب إصرار المجتمع الدولي على تحرير هذا البلد. ولكن كيف تعاملنا بعد التحرير مع هذه النعمة الكبيرة؟ لعلنا نختصر هذا بقوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. دعوا الله بماذا؟ وبإخلاص وبارتباط حقيقي مع الله، أن ينجيهم من الوضع الذي هم فيه. الآن هم على وشك الغرق في المحيط أو في البحر، حين ذاك ترتفع الأيدي بكل إخلاص في حالة الشدة: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. ما هي هذه النتيجة؟ إذا هم يشركون، يعودون إلى سالف عهدهم. هذه للأسف الصورة التي نستطيع أن نلخص من خلالها وضع المجتمع الكويتي من فترة الاحتلال إلى فترة ما بعد الاحتلال. هذا خنجر في الخاصرة، والخنجر الآخر تنامي الفساد في البلد. اليوم منشور في الصحف، والتقرير كان صادر لعله بالأمس أو قبل يومين، التقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية ومقرها في دبلن. في هذا التقرير إذا أردنا أن نقارن وضع الكويت بلحاظ انتشار الفساد فيها عن العام الماضي، عن السنة الماضية، عن التقرير الماضي، سنجد أن الكويت تراجعت 10 درجات، والتراجع يعني تدهور، يعني حالة أسوأ. تراجعت الكويت 10 درجات، وفي منظمة، وبحسب ترتيب منظمة مجلس التعاون الخليجي، نحن قبل الأخير. هذا التراجع في مؤشر الفساد في البلد هو خنجر آخر في الخاصرة. ومن قبل، يعني تقرير السنة الماضية أيضاً لم يكن محموداً، يعني أيضاً كانت مرتبتنا سيئة، ولكن في هذا العام، عام يعني 2017، المسألة تدهورت أكثر. لقد كان من المفترض بالحكومة والقوى السياسية والحركات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني بعد تحرير الكويت من براثن الغزو والاحتلال الصدامي البعثي أن تعمل على الاستفادة من التجربة الرائعة التي عاشها أبناء هذا البلد في تلاحمهم وتكاتفهم وتعاونهم الفطري وائتلافهم المسدد من قبل الله عز وجل، وأن تنميها وتعمقها وترسخها على المستوى التعليمي والتربوي والإعلامي والتنفيذي، وأن تحصنها من التأثير السلبي للأزمات الطائفية التي عصفت وتعصف بالمنطقة، إلا أن مجريات الأمور جاءت على خلاف ذلك. وإذا بنا بعد أكثر من ربع قرن من التحرير نرزح تحت وطأة الطائفية والعنصرية والروحية الحزبية المنغلقة على مصالحها، حتى بتنا نشهد بعض من ينادي بالمصالحة الوطنية اليوم يفصل الحلول التي يقدمها ويفصل رؤاه ومقترحاته بما يخدم جماعته فقط. إن الزج بالمغردين في السجون وابتداع قوانين تجريم المشككين بالقضية الفلانية والمعارضين للقانون العلاني وإغلاق قناة هنا وتسفير خطيب هناك وسحب كتاب هنا وإزالة لوحة هناك ليس هو الحل، ولن يحقق الألفة ولا المصالحة الوطنية، ولن يقرب الشيعي من السني ولا الإسلامي من العلماني، لأن المسألة أعمق من ذلك، فهي تمس العقل في قناعات الناس، وهي تمس الروح في عواطف الأفراد، وهي تمس الواقع في قضاياهم اليومية التي يعايشونها ويتأثرون بها. ولذا فإن من يريد أن يعيد الأمور إلى نصابها
عليه أن يضع برنامجاً متكاملاً يرسم معالمه أصحاب الاختصاص لا أصحاب المصالح، أصحاب الاختصاص منطلقين من روح وطنية مخلصة لا يلغون ولا يهمشون منها أحد، ليتم تنفيذها من قبل الجهات الحكومية والأهلية بعيداً عن الحالة الشعارية التي لا تحقق على أرض الواقع نتائج حقيقية، بل تبقى مجرد إثارات عاطفية سرعان ما تختفي وتزول، لا سيما وأن تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد مرتبط بحسب التقرير مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتقلص مساحة الحريات. اللهم اجعل هذا البلد آمناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم